ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ فتحي حسام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا سعاده الباشا. اخبار حضرتك ايه؟ اخبار سعادتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. اهلي زمالك منتخب وطن. نبتدي من منتخب الشباب، رايك ايه في الاداء؟ الاداء يعني طبعا سيء، النتيجه سيئه، ثلاث مباريات ما جبناش ولا جون. البدايه دايما اي مشوار بتتعصب في بدايته بتبقى الامور صعبه. حضرتك بقالك كام سنه بتتكلم في الكوره؟ بقالي 40 سنه اكتر ونفس الكلام قلته. لا مش قصدي، لا العفو يا فندم، لا مش قصدي كده، انا قصدي ان نفس الاسباب. نفس الاسباب. نفس الاسباب. نفس الاسباب. محتاجين نعمل بدايه؟ محتاجين نعمل بدايه وتكون البدايه قويه. ايه هي؟ البدايه القويه بتبقى بقرارات جريئه جدا. لو انت يعني رئيس اتحاد الكوره تعمل ايه؟ لو انا رئيس اتحاد الكوره هقعد مع رابطه الانديه ونحط مع بعض استراتيجيه سهله جدا من ثلاث اربع ورقات، ان انا يعني هدعم المسابقات المحليه وهخلص عدد الانديه على طول كده، والدوري اللي هو المجموع الدوري القسم الثاني يتعامل زي الدوري الانجليزي، فعلا تقل المجموعات ويبقى عدد انديه الدوري الممتاز في الموسم بعد القادم 12 فريق. ليه؟ لان انا بقى عندي ارتباطات كتيره والدنيا بقت بتتكركب وكاس العالم كتير وبطولات امم افريقيا وعندي بطولات عربيه، لازم ابقى مستعد في الاجواء دي ان انا اشتغل كده. ودي حاجه. الحاجه الثانيه، المسابقات تتنظم بشكل جيد جدا. الرابطه ماشيه بقى لها سنتين، مفيش اكتر من كده، محتاجه بعض الوقت عشان تسترد عافيه المسؤوليه في اتخاذ القرارات. وكويس ان احمد دياب لا اهلي ولا زمالك، وحاجه جميله جدا انه مش محصول في حاجه فتمشي الرابطه مع اتحاد الكوره. دي فيما يخص المسابقات. بما في ذلك طبعا المسابقات اللي تحت الدوري الممتاز تتنظم الموسم اللي بعد الجاي، والرابطه تمشي بنظام عادل في توزيع الدخل بتاع الدوري، والرابطه تبقى في ايديها كل الامور الماليه الخاصه بالانديه وتوزعها بما يرضي الله، لان انا مش هشتغل في الاتحاد والرابطه، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. زي حضرتك ما شفت مثلا لما الرابطه بتاعتنا عملت بروتوكول مع رابطه الامارات، وانا يعني كنت مع سعيد الحظ ان انا بعد السوبر اللي كنا في الاهلي والزمالك ده قعدنا انا وحسن ومحمد سيف مع رئيس الرابطه بتاع الامارات وفهمنا حاجات كتير جدا، قعده مهمه. يعني ايه بقى؟ التاريخ ننساه، الاهلي والزمالك الجماهيريه الشعبيه دي اهلا وسهلا. انا لما اجي اوزع الثروات على الانديه بطل الدوري بياخد كذا 100 مليون، اللي بعديه 80 وهكذا. انت حضرتك بترجع حضرتك عايز ترجع تاني البيع جماعي طبعا، مش انت بتقول لي اعمل ايه؟ وتوزيع يكون زي ما بحكي لك كده. الاهلي خد دوري السنه دي ياخد النصيب، بيراميدز خده، فيوتشر خده، الاسماعيلي خده، تتوزع 50% بتروح لكل ال 12 نادي، 12 مش 16، وال 50% بتوزع حسب الترتيب. ده فيما يخص المسابقات والقصه دي كلها. موضوع الاتحاد الكوره والمنتخبات لازم يتحط اليات واضحه للراي العام كله، في سواء بالنسبه لاختيارات الاجهزه الفنيه عشان كلمه المجاملات والمش عارف ايه والاوانطه دي معايير تتحط، وبعدين يتحط معايير لسقف اللعيبه برضو بالتنسيق بين الرابطه والتانيه. ما ينفعش الدنيا تمشي كده، اللعيبه بتاعت شمال افريقيا تيجي عند حضرتك الرابطه تعمل كده وتحط سقف للعيبه، واسعار اللعيبه بالتنسيق بين الرابطه وبين الاتحاد تتعلق زي نتيجه الثانويه العامه في داخل اتحاد الكوره. فتح سند سعره ثلاث تعريفه، سيف بكذا، فلان يتحط. اما اجي ابيع انا عارف السعر مكتوب في الاتحاد، واما اجي اشتري هشتري من اللي موجود عند الاتحاد. بمعنى الاهلي النهارده هتخلص من 10 لعيبه، يتحط اسمهم في الاتحاد. شغل السمسره القصه دي تخلص. انا عايز ابيع احط هنا، عايز اشتري احط هنا، واللي يجي يشتري. التنسيق يتم برضه بان الانديه اللي بتطلع من الدرجه الثانيه لازم تدعم. الانديه الجماهيريه لازم تدعم، اي ان انا همشي في اتجاه المسابقات الرابطه واقف مع الرابطه بشكل كبير جدا وادعمها وتبقى صاحبه سلطه، صاحبه قرارات لا رجعه فيها، بلايحه زي الفل. واتحاد الكره اهتم بالمنتخبات والفرق الناشئين وتتنظم بشكل جيد جدا وهكذا، سهله جدا يعني. طبعا ده انا يعني اديتك الملخص، بس احنا عايزين نعمل فيها يعني لكن لازم يقعدوا مع بعض. لازم يقعدوا مع بعض. لازم. والموسم بعد القادم لازم يختلف.
لازم يختلف. ان النهارده بقى لنا اربع خمس سنين قاعدين نلغوص ونعك والقصه دي كلها. الموسم الجاي الرابطه شايفه ايه؟ شايفه دوري من دور واحد، اتفضل تعظيم سلام. هنعمل دوري مجموعتين عشان نعدي، اتفضل. الناس دي والناس دي برضو عندها خلفيه وما هياش عندها حسابات. والاهلي والزمالك والانديه كل الدنيا كلها تلتزم بالموضوع، مفيش كلام من ده. راي حضرتك ايه في اداء الزمالك الفتره الاخيره؟ سيء. ايه السبب؟ طبعا بتبقى المساله يعني، بص احنا زي ما بنقول ان احنا الاداره بتنسب ليها المكاسب تنسب لها ايضا الاخفاق. الزمالك اللي جت اخر يوم في السنه اللي فاتت ماشي كويس. طبعا خرجت تصريحات اساءت للاعبين، خرجت بعض الامور، خلافات، ازمات لعيبه، في جوه الفرقه كومبينات موجوده. فيريرا راح، فيريرا جاي، فيريرا هيمشي، لا فيريرا هيقعد، سما نبيه، كل ده تاثيره، ده شغل اداره. بس الاسامي اللي موجوده في الزمالك لازم تطلع كوره افضل من كده. الـ 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 الزمالك الـ الاسماء اللي موجوده عنده ما هياش يعني عندها الاخلاص الكافي. وبعدين خلينا نتكلم بصراحه يعني، الصفقات بتاعه الموسم الصيفي ما حدش منهم بصراحه، احنا بنتكلم من اول ما اتكلم، ما حدش منهم قدم لي عربون محبه يعني. يعني لما بتيجي تبص على ال 10 12 لعيب دول ولا واحد اقنعني. وعلى فكره كلامي ده للساده المشاهدين هيبقى نفس الكلام، ليه ما اقنعنيش؟ ربما كان العدد كبير، ربما كان الناس جت في مراكز مش مطلوبه يعني، ربما بعض الناس جت وفريرة ما كانش في دماغه ان انا مش عايز دول، ربما اللعيبه دي لما جت خدت اماكن لعيبه تانيه كان لازم تكمل. محمد فاروق شالك، رؤى شالك، اختفى. الاربعه الخمسه الصغيرين شالوك وانهوا الموسم بشكل كويس، اختفوا. فممكن جدا تكون الحسبه مش ما اتعملتش صح، او المجموعه اللي كان فيريرا عايزهم عايز اربع خمس ست لعيبه والكواليتي يبقى وضع معين. انا جبت 10، ال10 ما فيش حد. مين انا بلا شفت، انا شفت فيديوهات سامسونج قلت لا ده هيفرتك الدنيا كلها في الفيديوهات. شفت نضاي قلت لا ده الراجل ده هيعمل حاجات. شفت كتير بقى، اذا كان عمرو السيسي ولا الزناري ولا حتى عمر جابر لسه ما ادانيش حاجه يعني. طب هل فوز مباراه يرجع الزمالك على الطريق الصحيح؟ لا 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 لا، زي اللي بيتكلم النهارده بيقول لك الاهلي اتعادل مع الداخليه. طبعا والداخليه عمل جيم كويس، يمكن هتسالنا على الفتره دي، لكن لا فوز لا. هي المشكله في الزمالك عبر عصور كثيره ان في قناعه ان الماتش يرجع. لا مش عن الزمالك، هو بصفه عامه دايما لما الفرق الكبيره، فريق البطوله، فريق البطوله الكلام ده ماتش يرجع لما تكون فرقه صغيره وعايز اعدي من مأزق معين. لكن فريق البطوله ماتش واثنين وثلاثه وخمسه وعشره ده اللي بيرجع. لكن لا ماتش ما يرجعش، ولو ماتش واحد ما يخسرش ويضيعش بطوله. هو الزمالك رجع وبقى الفرق كبير جدا جدا مع الاهلي قد ايه؟ لان التعادلات كتير والخسائر كتير والحاله الانهيار كانت كتيره. وانا يعني اذا كان في ضغوط على اللعيبه كتيره فلا لا مانع اطلاقا انه الاداره تصارح الناس. الموسم ده خلاص الزمالك خد بطولتين دوري، امر طبيعي انه يرجع. يبقى في قناعه عند الناس ان الهبوط العام في هبوط عام في المستوى لفرق الدوري. سببه المواسم المتلاحقه، وسببه انه الماتشات مضغوطه بشكل كبير، وسببه المشاركه في بعض البطولات اكتر من بطوله. ففي ضغوط اللعيبه ما بتحملهاش، وده جزء من تراجع الفرق بين الفريق والتاني. يا كابتن سيف، ان انا بعرف ادير، ان انا بدير لاعبتي، بحضرهم كويس، اذا كنت بعمل روتيشن معين، اذا كنت بعمل استشفاء معين، ده الفرق. لكن كله شبه بعضه يعني. هي دي النقطة، قصدك حضرتك اللي عاملة مثلا فروقات للنادي الأهلي الفترة، عاملة فروقات للنادي الأهلي. إنه رغم إنه النادي الأهلي ينقصه بعض الأمور الفنية اللي تترجم استحواذه وتترجم يعني ماتشاته اللي فيها أداء كويس، محتاج بعض في قصور فني في بعض المراكز. اذا كان في خط النص مش موجود قوي، اذا كان عايز راجل مهاجم كويس، لا ده ما عندوش مهاجم، صح، واخد بالك؟ فدي بس ما فيش اكتر من كده. لكن الاهلي سابق
والموسم السنه دي زي ما اتفقنا يعني هيخلص بدري؟ اه هيخلص بدري، سباق القمه سينتهي بدري لصالح؟ لصالح النادي الاهلي زي ما احنا ما بنرجعش يعني لغايه اخر يعني السنه اللي فاتت كان الدنيا ماشيه، حصل دربكه وبدات بعض النتائج حتى فيوتشر وبيراميدز لو بتلاحظ بدأوا هما الاثنين يتعادلوا في ماتشات ساعدوا الاهلي بس ساعدوا الاهلي. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا مع الاستاذ فتحي السند. بص انا كنت ناوي بصراحه يعني خلاص ايه اللي قررت الاعتزال ومش مش مش كنتش حابب ابطل، كنت حابب ابطل طبعا وخلاص خدت قرار اني ابطل. جالي كذا عرض ممتاز بيه بس كنت رافض العروض كلها يعني. لما قعدت مع الدكتور لقيت الموضوع مختلف تماما، الدكتور مندوب بصراحه لقيت الموضوع مختلف تماما والناس عندها طموح كبير جدا. خلاص زي ما قلت لك انها سقف طموحها هيوصل للممتاز، مش هقول لك بقى ان هو ممتاز يعني هيوصل ثلاثه وبعد كده ممكن يبيع النادي او ممتاز بيه وبيع النادي، لا الناس عندها طموح كبير جدا انها توصل ممتاز. فالناس لقيت الموضوع مختلف تماما معاهم وناس بتوع كوره، الدكتور مندوه طبعا امين صندوق نادي الزمالك فوق ال 15 سنه تقريبا مع دكتور كمال درويش، فالراجل يعني غني عن التعريف يعني. مع دكتور حسام طبعا برضو راجل كان عضو مجلس اداره نادي الزمالك في اللجنه المؤقته كانت موجوده قبل كده، فراجل فالناس فاهمه كوره يعني كويس وحابه تشتغل وحابه تعمل حاجه اضافه للكوره المصريه. فلما قعدت مع الناس دي بصراحه اقنعوني ان انا اكمل معاهم وان انا العب معاهم واكون موجود مع الفرقه. وكابتن جمال الدسوقي طبعا مش عايز انسى طبعا ان راجل كلمني، راجل محترم مدير فني بتاع الفرقه، كابتن خالد مدبولي مدير الكوره، المنظومه كلها بصراحه حاجه محترمه جدا يعني. الموضوع بقى مختلف تماما عن قبل كده لان لعبت برضه قبل كده في الممتاز بيه زمان من 2004 او 2002، من 2002 لحد 2004 يعني. فلا الموضوع بقى مختلف النهارده، انت بتلاقي بتروجيت كان دوره ممتاز بيلعب في درجه ثانيه، انتاج الحربي، السكه الحديد، لا انديه كبيره جدا بقت تحت في الممتاز بيه، المنافسه بقت شرسه جدا زي ما انت بتشوف. المنصوره تاريخ كبير يعني، مش عايز انسى انديه لان الانديه ما شاء الله كلها لها باع كبير جدا في الدوري الممتاز يعني. لا المنافسه اختلفت تماما والنهارده كل زي ما قلت لك الموضوع الماده هو اللي بيفرق. النهارده الفرق اللي بتصرف وبتجيب لعيبه كويسه وعندها استقرار مادي واداري هي اللي بتكمل يعني في منظومه الكوره وكده. رحله الزمالك رحله كبيره جدا طبعا، دي اجمل واحسن حاجه في مسيره الكرويه كلها نادي الزمالك طبعا. وقعدت حوالي 8 سنين في نادي الزمالك، بعد كده قعدت 7 سنين، بعد كده مشيت رحت انبي بتروجيت، رجعت الزمالك تاني، بعد كده رحت بتروجيت تاني، جيش، ترسانه، زد، سافرت الامارات 6 شهور، بعد كده رجعت تاني على دايموند على طول. نادي الزمالك طول عمره معودنا على كده تقريبا يعني من ايام ما كنت انا فيهم من قبل كده، ادارات ومشاكل وظروف ماديه ولاعيبه تمشي ولاعيبه تقعد، فاحنا تعودنا من نادي الزمالك على كده وبنحبه على كده يعني. هو فانا بشوف ان هو مش جديد على نادي الزمالك يعني، انت راجل برضه بقالك كتير جدا في الكوره المصريه فعارف نادي الزمالك يعني، ما ينفعش يكون مستقر سنتين او ثلاثه ورا بعض. فلا انا شايف ان الظروف الاخيره يعني ظروف صعبه وبتمنى ان اللعيبه تكون على قد المسؤوليه لانها حصلت قبل كده من سنتين وخدنا الدوري وعملنا موسم كويس جدا. فبتمنى ان الموضوع ده يعني موضوع المشاكل الموجوده في نادي الزمالك اللعيبه تفصل تماما منه، واللعيبه اللي موجوده رجاله قبل كده حققت بطولتين دوري ورا بعض، يمكن بس باستثناء في 3 4 لعيبه مشوا، بس شايف اللعيبه الموجوده على قد المسؤوليه ان شاء الله وتقدر تفرح جمهور الزمالك يعني. نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا مع الاستاذ فتحي سند. الاهلي فرصته قويه في البطوله الافريقيه؟ الفرصه موجوده. كم في المية؟ يعني شوف انت عشان تحدد النسبه بتقرا الطالع بتاع المسابقه. لا النادي الاهلي هيعبر هذه القصه لانه الحسابات قائمه والنتائج والارقام انا بتكلم ان هو ياخد بطوله افريقيه. ممكن. كم في المية؟ 50 50. الزمالك؟ لا الزمالك صعب. انا بتكلم بصراحه يعني مش عايزين بحر طحينه. الزمالك محتاج يكسب الثلاث مباريات. لو كسب الثلاث مباريات الكوره ما فيهاش مستحيل. ماشي. لو كسب الثلاث مباريات والفرقه استعادت توازنها 50 50 مع الاهلي. لو كسب الثلاث ماتشات اقول لك مين في الزمالك لعيب تديله 10 من 10 9 من 10 8 من 10 يعني الفرقه في حاله المستوى المتراجع بشكل كبير ده. فاكر لما كنت بسالني اقول لك زيزو، كنت اقول لك انا مصمم وبتاع، حتى زيزو ما هوش موجود، حتى العيال الصغيره اللي كانت بتلعب اكيد في واحد او اثنين تديلهم
واحد او اتنين اديهم يعني جدعانه يعني انجح كده. لا يعني دايما حتى لو الامور مش مستواها في واحد او اتنين الافضل. يعني شوف هقول لك على حاجه، انا عاجبني جدا يعني قد تندهش الناس يعني، عاجبني سيف الجزيري راجل مقاتل، وحمزه المسلوسي راجل مقاتل، حسام عبد المجيد راجل مقاتل. عواد افضل ولا صبحي؟ لا طبعا خبره عواد اكبر، خبره عواد اكبر. لو حسبتها باخطاء معينه يعني يعني لا يعني اصل خطا حارس المرمى ده بيتدبح فيه، واخطاء فراوده بتضيع فرص ولا حد بياخد باله. طيب. فانا ما اقدر لا اقدر اذبح الشناوي على خطا ولا اقدر اذبح عواد على خطا، لانه يعني الناس ليها يعني رصيد عند كبير عند الناس. النهارده كولر في المؤتمر الصحفي قال شادي حسين كان بيلعب جناح ومحمد شريف في مركزه الاساسي جناح. ساعات كولر بيتكلم حاجات كده يعني غير مقنعه من وجهه نظري يعني. ده واقع. ما انا عارف. طب انت عايز ايه يعني؟ يعني انت بتقول الكلام ده ليه؟ لا عشان يعني عايز فرود يعني؟ عايز راس حربه يعني؟ هو انا عايز بس عايز توضيح للكلام. يعني الاثنين دول مش مهاجمين؟ لا ما هو الجناح مهاجم. بس هم يعني هو بيتكلم ان انا عندي يعني مركز راس الحربه شاغر. ده اللي انا فاهمه من كلامه يعني. ايوه شادي الاعلان ان شادي كان بيلعب في مكانه جناح. ومحمد شريف مركزه الاساسي جناح. ايوه. معنى كان الاثنين مش تسعه؟ مش تسعه، وهو عايز يقول لك ان انا الناس دي انا بضطر العبها، ده وجهه نظري. بلعبهم لان انا ما عنديش غيرهم. تمام. هو لعب شريف النهارده ولعب شادي، واخد بالك؟ لكن هو بيلمح ان انا عندي الاجنحه كتير. معنى كده ان هو ما فيش مهاجم؟ ما هو محمد شريف شادي بيرستاو وكهربا جناح. وكهربا جناح وبيرستاو مش مهاجم. مش مهاجم. الاهلي كان بيدور على راس حربه، وانا لما اتسالت قلت ان النادي الاهلي عنده عدد كبير جدا في الـ في الـ في النص الملعب. المهاجمين وناقصه فرويد، واعتقد حاله الغضب في الخمس ست ماتشات اللي فاتوا، سيبك من ماتش المكسب 3-0 على اسوان يعني كان فيها حلاوه روح، لكن لا في عندنا قصور في تدي النهارده رامي ربيع كام من 10؟ اديله 3. وتدي كهربا كام من 10؟ ادي كهربا 6. عمل مباراه كبيره ليه 6؟ حلو. اصل لك على حاجه، حكايه 8 و10 من 10 دي 6 ده حلو قوي، ده 7 يبقى جيد. هو جاب جون وعمل كام حاجه يعني، لكن رامي ربيعه يعني خطا يعني دفاعي صعب. ما تدي ديان كام؟ ديانج ما كانش يعني كان عادي جدا، اديله 5. 5. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع الاستاذ فتحي سند. نرجع تاني بقى برضو ونكمل حديثنا على تقييم او جزء بتاع التقييم اللاعبين، واكيد جزء فيتوريا بيفكر فيه بشكل كبير. فيتوريا دلوقتي قاعد بيعمل حساباته، هاخد مين افضل، مين في الحته دي، مين اللي قدم اوراق اعتماده ليه من اللعيبه. هو يمكن يعني المجموعه في مجموعه اساسيه يعني، في الوجوه الجديده قليله يعني. المجموعه اللي ممكن تنضم بشكل يعني تحس انه في يعني اسماء جديده مش موجوده يعني. حتى طب القديم فايق يعني حلطه. لا يعني هو انا في رايي ان هو فيتوريا يمكن برضه منتخب يعني مش في احسن حالاته، لان القماشه اللي موجوده النهارده اذا كان بعضها اصله كويس، اصله الفني كويس، لكنه منهك القوه. وبالتالي القدرات الفنيه العاليه اللي ممكن تبدو للشارع او تبدو للخبراء لو هي فريش بتبقى سهل ان انت تشاور عليها. لكن انا شايف انه حاله الاجهاد العامه والمستوى الغير مستقر هيخلي برضو الجهد اللي بيبذله فيتوريو كبير قوي ان هو يحط عينه. في لعيبه اوريدي ضمنت اماكنها يعني، في مثلا حراس المرمى يعني مش هتبقى فيها حاجه يعني، ما فيهاش مشكله. بعض ما فيهاش مشكله. مين الثلاثه
يعني يعني سيظل الشناوي وسيظل عواد وواحد ثالث معهم يعني اللي هو اسماء كتير مش عارف يعني. يعني كان محمد جاد كويس بقى مستواه رجع يعني محمود جاد محمود جاد ولا ايه مستواه يعني بيعمل اخطاء كتيره ممكن يكون الثالث محمد صبحي محمد صبحي على سن هو صبحي ما بيلعبش لا لعب ماتشين ثلاثه هو وانا لو خدت لعيبه على اساس ان هي ما احمد الشناوي في الصوره بقوه احمد الشناوي يمكن يكون احمد الشناوي الثالث صح بس الثلاثه يعني احمد الشناوي عواد مين يتفوق رايي الشخصي عواد عواد ده رايي الشخصي يعني انت محمد الشناوي هو اللي ضمن مكانه محمد الشناوي وعواد مش وحش رجع لا كويس لا انا بتكلم اللي ضمن مكانه طبعا محمد الشناوي وبعدين عندك مجموعه يعني مدافعين يعني مين بقى بين الاهلي والزمالك يعني يعني من حسن من سوء الحظ ان اكرم توفيق مش موجود هيبقى عنده مشكله برضه في الباك رايت تمام حتى الباك ليفت اللي كان عندنا فيه الرمى قليل ضرب واحد غطس احمد فتوح فهيبقى يدور على حد في مشكله الاسم الاولاني ده في مشكله بس الاسم الاولاني يا استاذ فتحي في مشكله مين فتوح احمد فتوح ايوه صح لا بتكلم عن فتوح يعني يعني كان في عندنا باكين كويسين هيفضل عندنا اللي موجودين هتلاقي مثلا متولح يبقى موجود هتلاقي حسام عبد الجيد ممكن يبقى موجود هتلاقي وعبد المنعم والونش وعبد المنعم يعني ما الونش مش هقدر اتكلم هيكون رجع الونش عبد المنعم طبعا هل الونش. حد من الاسامي انت قلتها دي يلعب على حجازي؟ لا صعب حجازي احسن لانه في دوري قوي هل حد يلعب في نص الملعب على طارق حامد؟ لا في طارق في عندنا مين؟ في عندنا يعني انا يعني السلاله لما هيرجع هيبقى كويس حمدي فتحي انا ما اعرفش الراجل يعني مش كده يعني ممكن يستعين بعض العناصر الشابه في خط النص يعني انا شايف ان هو ممكن غالبا هياخد بعض العيال الصغيره من الشباب مش صغار ولا حاجه شباب الزمالك يعني هتلاقيه ممكن ياخد يعني ياخد نيمار ياخد اسامه ياخد يعني هتلاقي فيها على محمد صلاح في احتياج للمنتخب في التوقيت ده يعني انت عارف المشكله ايه ان ليفربول خد غطس عنيف ايوه احنا دايما نقول ان محمد صلاح بيجي يصنع الفارق مع المنتخب بشكل كبير وهو طبعا حاجه كبيره حاجه كبيره جدا ولكن في التوقيت ده بالذات في التوقيت ده بالذات صلاح ده يعني لازم ده صلاح عايز منتخب قوي عشان صلاح كمان يعني يرجع بالشكل اللي يخلينا يعني صلاح يستاهل انه يبقى جنبيه مجموعه احسن من اللي موجوده حاليا اعتقد ان المساله ممكن تتحسن لان زي ما بقول لك البوست بتاع ليفربول محتاج ان المنتخب يبقى عالي جدا عشان صلاح ينتج لكن فكر فيتوريو هيبقى شكله ايه ازاي استثمر صلاح او ازاي هتفاهم مع صلاح لكن فيتوريو اعتقد ان هو مزنوق زنقه جامده جدا في مساله الدوري المرهق ده ومحتاج عيون بقى يعني مع انه فيتوريا متفائل جدا وكل ما بساله بيقول لي عندي لعيب كويسه جدا عندي لعيب خامات كويسه جدا عايزه تستريح يعني تستريح شويه ويحضرها كويس ومعسكر طويل شويه تمشي الامور صح. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا نرجع بقى مع بعض العناوين كده مع استاذ فتحي سند اللي عايزين عليها تعليق اتفضل خسرنا بخماسيه بسبب الجماهير التونسيه قد لا نستمع لصافره الحكم فيريرا المدير الفني للزمالك طبعا الجماهير هي روح الملاعب يعني فالملعب بدون جمهور الروح مش موجود فصح الجماهير مطلوبه جدا جدا يعني بتكمل الزمالك لم يخرج بعد ولو عاد بيا الزمن سابدا امام الترجي بنفس التشكيل فيريرا دماغك ناشفه يا كابتن فيريرا يعني دفعت الثمن شويه فكل ما اخشاه ان تدفع ثمن اكبر اذا نشفت دماغك لان البدايه بتاعت الماتش بتاعت الترجي بالاجماع كان فيها اخطاء في التشكيل لا نعلم كيف تم اختيار محمود جابر لتدريب منتخب الشباب جمال محمد علي مدير اداري المدربين باتحاد الكره اشمعنى اداره المدربين اشمعنى يعني كابتن محمود جابر اللي ما نعرفش جه ازاي مين مدرب جه في مصر
في الاتحاد اللي موجود فيه الدكتور جمال محمد علي او في الاتحادات السابقه كلها واتقال. ممكن تكون اختيارات صح، لكن جم على اي اساس؟ فيعني انا شايف ان التصريح ده يا دكتور بكل اسف غير موفق، لانه ما كانش في وقته ولا يليق. لانه لو كل اتحاد يا كابتن سيف قال الكلام ده على اتحاد قبله جاب مدرب، الدنيا هتولع في بعضيها. هناك اشخاص يريدون هدم استقرار المصري وسنتصدى لتلك المحاولات. كابتن ابراهيم حسن، الخفافيش موجوده في كل الانديه اللي بتمخور في كل الانديه، لكن الشطاره ان انت يعني تعرف تتصدى ليهم بشكل يسمح ان المركب تمشي. لكن يعني ما تقدرش لوحدك يا ابو خليل تقف يعني ضد الحزب اللي بيتصدى للنادي المصري، والمفروض ان كامل ابو علي يعني يكون اكتر شجاعه في مواجهتهم. فرق الدوري المصري تعرف قوه سموحه وطرد كناريا غريب، احمد سامي المدير الفني لسموحه. والله يعني هو يعني تصريح لطيف ومؤدب. طرد غريب يعني الراجل بيحتج بشكل لائق، لكن برضه يعني الغرابه كتير يا ابو الكباد، يعني الغريب كتير. يعني لو هتقف على كل حاجه او على كل قرار يعني هتلاقي الدنيا فيها جدل كبير، واحنا المفروض نعدي حاجات طالما الدنيا ماشيه في حدود انه مفيش تاثير على النتيجه. نتائج منتخب الشباب في امم افريقيا صدمتني، فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكره. والله نتائج منتخب الشباب يعني صدمتنا كلنا، ما صدمتش فينجادا. وانا في رايي ان اتحاد الكوره لازم يبحث في هذا الملف بشكل كويس، زي ما اتكلمنا في اول البرنامج، يبحث في الملف ليه السبب، ايه اللي حصل، الدنيا ماشيه ازاي. وبقول يعني اذا كان اتحاد الكوره قادر على ان يقود مسيره الكوره في مصر في الفتره الجايه على هذه المنتخبات، اهلا وسهلا. في حد مصري يقدر مش قادر يعني يتفضل ويتوكل على الله. في حد مصري يصلح كمدير فني للاتحاد؟ نسال يعني أنا يعني نجيب ناس بتفهم، يعني نجيب الدكتور طه اسماعيل، نجيب الدكتور كمال درويش، نجيب الناس خبراء في الكوره، نسال الخبراء ونتفق على حد ممكن يفيد. يمكن انا رايي يعني ما يكونش، لكن عندنا ناس. رايك مين؟ مدير فني؟ مدير فني لاتحاد الكوره في مصر؟ دكتور طه اسماعيل. دكتور طه اسماعيل طبعا دكتور طه شخصيه يعني ولا افضل ولا اروع، مفيش يعني المفروض يعني مفيش نص كلمه. راجل خبير واكاديمي وراجل نجم وكل حاجه فيه مظبوط. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حاجة. السؤال المهم في الدوري الممتاز اللي كل الناس بتفكر فيه، هل الفرق كلها تنافس والفرق كلها تكسب وتخسر والاهلي والزمالك في اخر نفسه بعض، ولا ممكن يكون في زمن جديد؟ لا يعني تدريجيا هيبقى في زمن جديد، وزي ما اتفقنا في الاول انه لما المسابقه تبقى مركزه وتبقى الامور ماشيه فيها بشكل منتظم والجمهور موجود والكفاءات وكل القصه دي كلها ويقل العدد، هتلاقي الخريطه بتتغير. انت لو بصيت للجدول دلوقتي هتلاقي ان فرقتين في القاع، فرقه خدت الدوري وخدت كاس كتير الاسماعيلي وخدت بطوله افريقيا، وفرقه خدت الكاس وخدت اكتر من بطوله كاس حرس الحدود. فدي ملامح التغيير الاولاني لما تلاقي فيوتشر وبتلاقي بيراميدز. الاسماعيلي يعدي من الازمه باذن الله. الاسماعيلي محتاج الايادي كلها تمتد ليه، ومحتاج تعاطف كل من بيحب كره القدم. هتقول لي اشمعنى الاسماعيلي؟ هقول لك كده، الاسماعيلي حاله خاصه، محتاج ان هو ده المثلث الثالث، اللي كان المثلث الثالث في الاسماعيلي والبنك الاهلي وحرس الحدود. بص البنك الاهلي بقى في الاخير، الاسماعيلي وحرس الحدود خدوا بطولات. كل اللي فوقهم دول ما شموش حاجه. مش علامه استفهام البنك الاهلي تحضير امكانيات كبيره جدا، صفقات من العيار غريبه جدا. يعني بص لما بيحصل ارتباك فني بيحصل بعد كده استمرار للتذبذب وعدم التوفيق وعدم يعني السير بنفس الشكل الاولاني. باعتقادي يعني انه الخطا الاكبر كان في الاستغناء عن خالد جراس، هو اللي اختار اللعيبه، هو اللي عمل الفرقه، عمل ماتشات كويسه في الاول يعني كان في مزرجنه شويه، لكن لغز برضه يعني
تفتكر ممكن يكون السحر عمل حاجه في البنك الاهلي؟ لان البنك الاهلي كانت فرقه جامده يعني طبعا، فلازم يعني برضو يعني انت عارف، عارف البنك الاهلي وحرس الحدود او البنك الاهلي والاسماعيلي لو فاقوا كويس هيقلبوا الدنيا تحت زياده. وانا انا كم اتمنى ان الاسماعيلي يصحصح، واخد بالك؟ اموره صعبه، اموره صعبه جدا، صعبه جدا، لان الفرق اللي المستويات مفيش كبير. دخلنا في الاسبوع العشرين، دخلت الاسبوع العشرين، وبعدين في حاجه النهارده يعني ما عادش حاجه اسمها في مفاجآت، يعني مفيش مفاجآت في الدوري النهارده. الداخليه بتعادل مع الاهلي ليست مفاجاه، الزمالك بيتغلب ازاي ازاي يا استاذ فتحي؟ ازاي دي؟ ما عادش مفاجاه، لانه ما عادش مفاجاه ازاي؟ الداخليه متعادل مع الاهلي دي مش مفاجاه؟ انت لو رجعت للداخليه في السنوات اللي فاتت لا ماشي، لهم كل الاحترام وفريق كويس، بس انت حضرتك بتتكلم عن النادي الاهلي، اي تعادل او مكسب على النادي الاهلي دي مفاجاه. لا يعني هي نتيجه طيبه للحرق لكن مش مفاجاه. ولو رجعت للنتائج اللي فاتت حتى للاهلي وتعادل الاهلي والداخليه في الدور الاول النتيجه كام؟ ما هو لا، في السنوات اللي فاتت الداخليه عاده بيتعادل مع الاهلي، اعتقد برضو كانوا فندم الدور الاول 4-0. طيب ما بس 4-1 بقول لك في السنوات اللي فاتت. انا قصدي ان هم فريق عامل مباريات جيده جدا. عايز اوصل لحاجه يعني، بس عايز اوصل الاهلي امكانيات كبيره، عايز اوصل لحاجه ان النهارده النتائج الدوري المصري اصبحت النهارده ما تقدرش تتوقعها على الاطلاق. ده كلها مفاجآت، حضرتك قلت لي ما فيش مفاجآت لا تتوقعها. لا لا لا، مش كلها مفاجآت. امال ايه؟ لان كلها بقت شبه بعضيها، والفرق شبه بعضيها، والمستويات قريبه، واللي بتفرق الفانيلا. يبقى في مفاجآت حضرتك قلت لي. لا لا مفيش يعني بقول لك بالنسبه للي بيقرا يعني بيحس ان الدنيا، انا قلت لك الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت وهتتغير اكتر. اتغيرت اكتر لانه النتائج ما عادتش بتعرفها. كنت زمان تقول لك ايه، الاهلي ومين خلاص، الزمالك ومين خلاص، الاسماعيلي ومين خلاص، المصري ومين خلاص، كل ده مش موجود. لان كله بقى شبه بعضه، وكله قريب من بعضه، والفكر التدريبي والتكتيكي متلخبط على بعضه، وما بشوفش فيه ابداع يميز فريق عن اخر. عشان كده اي نتيجه من الان فصاعدا لن تكون مفاجاه. شرفتني يا استاذ فتحي. انا متشكر جدا يا باشا، تشرفنا بوجود حضرتك. مفيش مفاجآت. تشرفت بوجود حضرتك. شكرا جزيلا يا ريس. خلصنا حلقتنا النهارده مع الاستاذ حسين سند، بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير. بكره حلقه جديده مع الكابتن احمد شوبير، اشوفكم على الف خير.